صح هلا هلا تدعو مباشرة الناس كيشوف. مشاهدي قناة شوف تي في سلام الله عليكم، كنتواجدوا معكم بإقليم سيدي بن نور بالضبط من لعبة ولاد عمران. يعني حنا صدق أو لا تصدق، فالساكنة هادو من الساكنة ديال دوار بالهاشمي بجماعة ولاد عمران، هادي سبعة ديال الشهور والما مقطوع عليهم. هما كيطالبوا المسؤولين باش يشوفوا من حالهم، كيقولوا بأن الصيف هذا بغيناهم يديروا لهم حل، يديروا لنا حل كما كيقولوا هما. فللمساعدة رقم الهاتفي ديالهم كما كتشوفوا واللي مبين على الشاشة، اللي هو رقم 06 96 83 13 02. فكل من يعني يقدر يتدخل في هذا الملف ديالهم ويساعدهم ويعاونهم، فهذا هو رقم الهاتفي ديالهم. يعني هاد الناس هاد العائلة سبعة شهور وهما بدون ماء صالح للشرب، يعني ما عندهمش ما يشربوا، ما عندهمش باش يصبنوا الحوايج ديالهم، ما عندهم باش يدوشوا، وكنعرفوا الصيف وكنعرفوا الماء ماده حيويه. حنا غنحاولوا نقربوا ليهم ونقتربوا منهم ونشوفوا يعني شنو المشكل عندهم. فانتوما يعني عشتوا دابا سبعة ديال الشهر بدون ماء، كيفاش يعني دوشتوا هذه المده وعلاش الماء حتى تقطع لكم؟ هذا هو السبب، هذا هو الشيء اللي غنبغيو نعرفوا ويعرفوا معنا المشاهدين ديالنا، المشاهدي قناه شوف تي في اللي كيتابعوكم دابا على المباشر. تفضل هضري امي. اش غنقول؟ اشنا هو المشكل ديالك؟ شنو عندكم دابا نتوما؟ السلام عليكم خويا الوليده، راه ما قدرتش تهضر. السلام عليكم خويا الوليده، راه عيانه ما قدرتش تهضر. دابا حنا عندنا واحد المشكل ديال الماء، كنا جايبينه من الدوار ديالنا على حساب ديال الجمعيه الماء، دوار ولاد بلاش، دوار ولاد بلاش، سمحت لنا هي ذاك الماء جايبينه، الماء ديال الجمعيه. فجبناه جابوه، كان هما جابوه لينا، جابوه حتى الناس في الطريق ما كملوش لينا داك القادوس. بقينا كنعيطوا على داك السيد اللي مسؤول، عافاك جيب لينا الماء، عافاك جيب لينا الماء، ما كيجيبش لينا الماء. نضنا هذاك الحفير، حفرناه روسنا وتكلفنا وتزلفنا وجبنا داك القادوس. هما البلاصه اللي حبسوا فيها القادوس عطاوه للناس السقي، حنا ما وصلش لينا، عطاوه للناس كيسقيو به. يعني هذا الماء اللي كنتوا غتجيبوه للديور صالح للشرب، هما جابوه لينا ما كملوش داك القادوس، ما لقاوش فاش يكملوا وما كملوش، خلاو الماء للفلاحه، خلاو الماء للفلاحه غير تما كيسقيو به. حنا تكلفنا وزلفنا القادوس جبناه لروسنا، بقى عندنا شي عام كنشربوا منه. حنا كنخلصوا، الناس في الدوار ما كيخلصوش، حنا كنا كنخلصوا. بعد كيلحق الشهر كيجي السيد عند والدك ياخذ معدل الفلوس، كياخذ معدل الفلوس ديال الماء. شويه تقطعوا علينا، بعد جينا نسولو قلنا علاش، قال لك هذوك موالين الفلاحه استهلكوهم 3 مليون و20 ولا شحال. بعد كنعيطوا على رئيس الجامعه كنقول ليه علاش كتقطع علينا الماء، عافاك تطلق لينا الماء، كيقول لنا سيروا خلصوا. كنقول رئيس الجامعه لا، رئيس الجامعه، رئيس الجامعه، وعيطنا على دوك اللي مكلفين بالجمعيه، هما الاولين ما بغاوش يطلقوا لينا. عيطنا على رئيس الجمعيه، هذاك داك اللي كان في الانتخابات وصالح وي باش يدير لنا الماء. ماشي مشكل، ماشي مشكل. بعد كنعيطوا ليه كنقولوا ليه طلق لينا الماء، كيقول لك خلصوا. كنقول حنا راه عندنا الماء كان ديالنا، داكشي اللي جانا فيه غنخلصوه. قال لك لا، دبروا منكم ليهم، تجمعوا داكشي اللي قدرتوا تجمعوا وخلصوا 3 مليون و80. يعني هذه الماء كان ديال الدوار كله، ماشي ديال الدوار كله، حنا نخلص. نعم 3 مليون و80، هي كانت 3 مليون و20. نعم حنايا ما عندناش، حنا قلنا لي حنا نخلصوا داكشي اللي استهلكنا. يعني على داركم بحال على دارنا بحنا كنا عندنا المكنه ديالنا، جيو شوفوها لينا واللي استهلكنا غنخلصوا. هما قال لك لا منكم اليوم، عينا كنطلبوا فيه، عينا كنطلبوا فيه، ما بغى يدير معنا حتى شي حد. دابا حنا كنوجهوا هذا النداء لصاحب الجلاله والناس المسؤولين، يدخلوا لنا في هذا الملف، يطلقوا لنا غير الماء. ها هي الوالده مريضه، عندها 75 عام، عندها مرض القلب، عندها مرض الكوليسترول، كلشي الامراض عندها، ما لاقياش حتى باش تشرب الدواء،
ما لقيتش دابا تصبن حوايجها. كتشوف اخويا دابا الصيف كتشوف الحال سخون كلشي. هادشي كنعاني من المشكل ديال الماء. اليوم حاليا حنا ما لقيناش ما نشربوا. نهادو جابوا لنا واحد العوينه حطوها لينا في النص. حنا غير جوج ديور اللي كنسكنوا هنايا. جابوا ديك العوينه حطوها لينا في حدا السيد اللي مكلف بها. حطوا وحده في بلادو هو ماشي بعيد منا من العوينه بحالها. هو دابا ديت يوم دخلوا للدار ديالو. حنا بعد كنقول لك يقول لك لا سيروا سولوا على راسكم. لا سيروا سولوا على راسكم ما دخلوش الماء من العوينه. ما كتاخذوش منها انتما. ما كناخذوش منها الماء. بعد قالت لي الوالده اش دخل لي الماء. قال لها العوينه حداك. قالت لي ودي انا راني مريضه ما قادرهش نمشي نسقي. قالوا لي اش غديري دابا بالعوينه؟ غتمشي تسقي برميل في النهار بجوج دراهم. هي ما عندهاش هذاك البرميل ديال النهار جوج دراهم باش تعمر البرميل. وما عندهاش اللي غيجيب لها داك البرميل. راه كتشوفها واش هاد السيده خويا غادي تدي برميل وتعمر من هذيك العوينه وتشتها فين؟ من بعد غنوريها لك. هاد السيده راه ما قادرهاش تمشي تعمر برميل ديال الموت تجيبو من العوينه. انتما كتوجهوا نداء للمسؤولين. انا كنوجهوا نداء للمسؤولين صاحب الجلاله الله ينصرو يشوف من حالنا يدخل لينا في هذا الملف اخويا حنا ناخذوا الماء ديال الجمعيه. دابا راه العوينه محطوطه. بعد حيطت لي قالت لي اجي عافاك شينا اتصلنا بشي ناس دخلوا. قالوا لي دخل ليها الماء. قالوا لي قال لي صافي. قال لي انا غنتكلف وغنتسلف وغندخل هذاك الماء من جيبي غنشري لها كل شيء. جا حفرنا ثاني شدينا طلبنا اللي حفر لينا داك الحفير كنتسناو فيه اليوم يجيب لنا الماء. غدا يجيب لنا الماء. فين ما كتعيط لي كيقمعها. فين ما كتعيط لي كيقمعها. شنو هذا المسؤول؟ هذاك المسؤول رئيس الجماعه. هذاك المسؤول رئيس الجماعه. فين ما كتعيط لي كيقمعها. اخر مره حيطت لي قالت لي عافاك راه العيد هذا دخل لي الماء راه تعرف باش الحال سخون وما عنديش انا الماء كنعاني. قال لها ما مسالي لك ولا لغيرك. قالت لي صافي. قال لها صافي. قال لها سيري قلبي على راسك. شكون هذا؟ هذاك اللي مسؤول رئيس الجماعه. الجمعيه ولا الجماعه؟ لا رئيس الجماعه. رئيس الجماعه. وحنا ديجا درنا شكايه واحد القيد باش راه الماء ما عندناش. وصيفط لينا الشيخ وقال لي سير حل لهم المشكل. وشا الشيخ قرب الميكرو ولا حط. وشا الشيخ وعندهم وما حلش لينا المشكل. ومشينا عند رئيس الجماعه حتى هو وقال لنا صافي سيروا كونوا هانين غنحل لكم المشكل. ودابا داك المشكل اخويا كاع البيبان طرقناهم حتى باب ما تحل في وجهنا. دابا قلنا اخر باب هو شوف تي في نوجهوا النداء ديالنا للناس المسؤولين. دابا حنا كنعانيو واحد المعاناه اخويا ما تشوفهاش. دابا نتوما كتبغوا تصبنوا حوايجكم تبغوا تدوشوا يعني كيفاش كتديو لينا اختي لواحد الدوار ساكنه بعيده عندها الماء تما فين كتدخل فين كتصبن لينا الوالده حوايجها. الوالده عايشه بحدا حتى واحد ما عايش معاها. واحد اختي كبيره مسكينه حتى هي راه ماتي زعما ما قادرش على المسؤوليه على باش تمشي تاهي تسقي برميل وتجيبك. فاش كان عندها فاش قالت لي دخل لي الماء قال لها العوينه حداك سير عمري برميل وواحد يدرجو يجيبوا لك 200 متر العوينه باش بعيده منها. 200 متر هما جاو عبروا 200 متر باش يعني هاد المراه الكبيره واش غتقدر تجيب برميل على بعد 200 متر؟ حاشا قالوا لها الحماره ما كايناش. حاشا الناس كيذكروا الحمير. حنا ديك الحماره اللي غتعمر على برميل هي فاش تجيبوا غير غراه من الكوزينه باش تشرب ما كتجيبوش. هذا غادي تمشي تجيبوا من العوينه. كتشوفها دابا هي عيانه ما كتقدرش تنوض. الطواليت الطواليت حاشا ما كتقدرش تمشي. الوالده يعني انت ما عندكش الماء في هاد الدار؟ ها؟ ما عندكش الماء فين؟ في الدار ديالك ما عندكش الماء كتعيشي بلا ماء دابا؟ كنعيشين بلا ماء. اش نقول؟ يا ما عندكش عشتي كتهانا منا قولي لي قولي ما عرفتي راه عيشتيش الماء. يعني باش كتحسي وانت ما عندكش الماء في دارك؟ ما عنديش الماء. الماء هو اللي غادي يقتلها غادي دابا كانت شويه كتحرك وداك الشيء. الماء تا هو ما ردنيش. الماء زاد صوت على الراس. الماء تا هو ما ردني. بغيت نفكر وما عنديش البهيمه وما عنديش من يسقي. انا خويا كنا غير سطينا هاد الماء كنشوف في الظلم. دابا كيفاش كنقول الماء كيقول لك الماء راه ما كافيش الدوار ولكن هذاك الدوار اللي فيه هو الفيرمات كيسقاو الماء ديال الشرب. هذاك الناس كلشي اللي شديت داك الدوار راه كلشي داك الدوار داير به الزيت وداير به الغرس الناس كيسقاو منه. وحنا قال لك لا الماء ما كافيش الدوار. دابا عندنا الماء في الدوار. بعد قالوا لي مشاو الناس قالوا لي طلق لينا الماء. قال لهم لا انا ما غنفوتش الدوار اللي كينتخب عليا وغنشرب جوج ديور. هاد جوج ديور ما عليهمش الماء ما كيشربوش. انتوما جوج ديور اللي مقصدين في الدوار؟ حنا جوج ثلاثه ديور مقصدين في الدوار. مقصدين في الدوار حنا محسوبين هذاك الدوار وخارجين. دابا كتشوف فين ساكنين خارجين. بعد كنقولوا ليه دخل لنا الماء. قال انا ما غنغديش نعطيش الدوار كله ونشربكم انتوما جوج ديور. عيينا خويا بهاد كنعانيو من هاد المشكل قسما بالله. هاد الماء انا بعدا غادي يسطيني في راسي ما خليت فين مشيت
وكيقول لك لا انا ما غاديش انا نشرب جوج ديور ونعطش الدوار ديالي. اذا النداء ديالك تي لما كتوجهي اخر نداء ديالك؟ كان وجه اخر نداء، كنوجه صاحب الجلاله هو اللي الله ينصرو ويخليه الله يدخلنا في هذا الملف ويعطيونا الماء هاد الناس، ما يبقاوش اخويا قاطعين علينا الماء، راه حنا كنعانيو وكنحنيو واحد المعاناه لا اله الا الله. كما سمعتوا يعني كان هذا نداء ديال هاد السيده اللي كتلاحظوها امامكم، هي والوالده ديالها اللي 7 اشهر ما عندهمش الماء الصالح للشرب، يعني معاناه حقيقيه. فما يمكنش يصدق الانسان هادو من الساكنه ديال دوار بن الهاشمي جماعه ولاد عمران، هادي 7 ديال الشهر والماء مقطوع عليهم، يعني كان عندهم الماء عندهم الماكينه ديالهم ولكن دابا قاطعين عليهم. هما كيطالبوا المسؤولين يشوفوا من حالهم وكيقولوا بان الصيف هذا وبغيناهم يديروا، بغاو المسؤولين يديروا لهم حل، فللمساعده كيطالبوا، يعني اللي بغى يساعدهم باش يحل لهم مشكلهم يتصل بهم في الرقم الهاتفي ديالهم اللي هو 06 96 83 13 02. هذا هو الرقم ديالهم، فاي واحد يقدر يعاونهم يساعدهم يتواصل معهم على هذا الرقم الهاتفي، لانه من العيب والعار يعني في سنه 2022 وكان وجدوا يعني عائله بدون ماء صالح للشرب، رغم انهم رابطين الدار ديالهم بالتيوات بالصنابير، يعني عندهم الروبيني عندهم داك، ولكن الماء ما واصلش، الماء حيدو قطعوا عليهم. هذه 7 ديال الشهر داكشي كلشي اخويا اللي شفتي تعذبنا عليه باش دخلناه، داك المعانين عليه باش دخلناه ما عدناش، عاونونا على الناس المحسنين ضرنا وطلبنا عاونونا باش دخلنا داك الماء. ياك شفتي الروبينيات برونشين، ياك شفتي القادوس شريناه، القادوس راه حنا من بعد غتسالي غنوريك القادوس منين جناه، شريناه من جيوبنا من مالنا الحار باش خرجنا داك القادوس، وفي الاخر قطعوا لينا ما استفدناش منه حتى شي عام صحيح وقطعوا لينا داك الماء. يعني انا هاد الشيء اللي جبتو الروبيني توصلتوا عندكم الماء وهاد التيوات يعني شرينا راسنا من ما نطلبنا فيه، ما عندناش ما تفشي في الطاقه ديالنا باش ندخلوا الماء، بالنسبه لي هو خصو هو اللي دخلوا لينا، حنا دخلنا راسنا ومع ذلك هو خسر علينا غير سدوا علينا وكيقول لنا هذاك الماء راه عمره ما غادي يصد هذيك الجهه. شكرا. وهذا اللي مسؤول المسؤول علاش خاصكم تخلصوا؟ حنا ما يتمكنش لينا، حنا شوف حنا كنقولها وكنعاودها، اللي جانا في المكانه اللي جانا في المكانه غنخلصوه حاليا، كنقولها وكنعاودها، اللي استهلكنا في المكانه نخلصوه. وهذوك وهذوك اللي كيقولنا حنا نسدو بهم شكايه، حنا ما مسؤولينش على الماء باش نديرو بهم شكايه، يمشي هو يدير بهم شكايه، هو اللي خاصو يدير بهم شكايه ويتابعهم ويحس. الماء صالح للشرب كيتسقاو به الفلاحه. اراضي فلاحيه، وكاينين شي ناس اللي كانوا استهلكوا الماء فاش قطعوا علينا على قبلهم، قال لنا تخلصوا انتم وياهم، خاصهم قال لنا سيروا دعوهم، حنا ما يمكنش حنا نديرو، حنا ما مكلفينش. ثم دابا جايبين التيوب شربوا منه لداركم، هادو كيسقوا منه في الحسن. هما فاش جابوه لينا اول مره داك التيوب جا غير نص الطريق وحبس تقاد عليهم القادوس، ما كملوش لينا بقى تما، الناس حدو من البلاد تما خداوه كيسقيو به، بعد خداوه كيسقيو به، حنا فاش كملناه وجبناه حنا غير كنشربو، هما كيستهلكو في السقي، استهلكو الما بزاف، قطعوا علينا حنا وياهم، قالوا لينا دابا تخلصوا تما وياهم 3 مليون و20، حنا كنا لهم حنا دابا كنقولوا داكشي اللي عندنا في المكانه نخلصو، وزائلو حنا راه كنا كنخلصو، هما في الحجر الصحي الناس ما كيخلصوش ديال الدوار، حابسين الماء ديال الجمعيه كيخلصوش، وحنا الوالده هي كتشوفها ما عندهاش الدواء ما لقيتش باش تشري، كيجي عندها السيد كياخذ الفلوس. انا كنبغي تفتح تحقيق في هذا الشيء، لا اللي كان كيسقي ولا اللي مقابل الماء ولا اللي كان كيجي عنده يتخلص ولا واحد بواحد، كنبغيو من التحقيق في هذا الشيء، علاش هي مرا كبيره كتخلص الماء والناس كيسقيو وما كيخلصوش؟ هذه ماشي الحقره اخويا، هذا ماشي الظلم، حنا في 2022 ومرا كبيره كتموت في العطش. اذا كما سمعتوا كان هذا نداء ديال هاد الاسره اللي يعني ما عندهم شيء، الماء دابا مقطوع عليهم هذه 7 ديال الشهر. فكما قلنا لكم هادو من الساكنه ديال دوار بن الهاشمي جماعه ولاد عمران، هذه 7 اشهر والماء مقطوع عليهم، هما كيطالبوا المسؤولين يشوفوا من حالهم الصيف هذا وبغاوهم يديروا لهم حل للمساعده مره اخرى. فكل من بغى يقدر يساعدهم يتصل بهم على الرقم الهاتفي 06 96 83 13 02. بقى عندك شي اضافه؟ بغيت اخويا التحقيق في هذيك العوينه اللي تحط تما، ماشي في الصالح تما، في الصالح تحط هي في الوسط باش الناس كلشي ياخذوا منها الماء، دابا حنا بغينا ناخذوا الماء من العوينه
قال لك خاصكم تخلصوا ماشي 8000 درهم باش تدخلوا الماء من تما، شي 160000 ريال باش نجيبوا عندنا الدار. وحنا هذيك العوينه حنا ما مستافدينش منها، حنا ما عندناش، ضربنا 8000 في هذاك القادوس دخلنا تقطع، مشيو ثاني نضربوا 8000 في هذيك العوينه نخلصوا 8000 درهم باش نجيبوا تيو منها، وهذاك الماء ديال يديك راه غالي علينا، ما عندناش باش نخلصوا. باش قلنا سيروا سقيو جوج دراهم البرميل، حنا ما عندناش. هذيك المراه غتخدم غادي جوج دراهم في النهار، هاد المراه هازاه غير انا اللي كتشوفي، انا اللي هازاه وهازينها الناس. هادشي بغيت تحقق تحقيق تاع هذيك العوينه اللي تحطت تما. علاش تحط تما؟ هذيك العوينه تجي في الوسط وتحط باش هما اللي خداو تيو حنا ناخدو تيو. هادشي اللي بغيت نضيف انايا، وكنتمناها كنقولها وكنكررها، بغيت صاحب الجلاله هو اللي تدخل لينا في هاد الميناء، والناس المسؤولين اللي بغى يساعدنا مرحبا. اذا هاد الاسره كيطالبوا بفتح تحقيق في هادشي اللي وقع ليهم. سبعه ديال الشهور هما بلا ما، الماء مقطوع عليهم بعد ما كان عندهم الماء، كان عندهم الروبيني. هادو من الساكنين ديال الدوار بالهاشمي، جماعه اولاد عمران. فهما كيطالبوا يعني المسؤولين يشوفوا من الحال ديالهم، وبغاو يديروا لهم حل، بغاوهم يديروا لهم حل. للمساعده رقم الهاتفي ديالهم 0696 83 13 02. حنا غادي ننهيو هذا المباشر، ولكن المعاناه ديال هاد الناس مازال غتبقى متواصله الى حين تدخل ديال المسؤولين في هاد الملف ديال هاد الناس اللي هما 7 شهور بدون ما في سنة 2022. وكنلقاو يعني ناس مقطوع عليهم الماء 7 ديال الشهور، وكنعرفوا الحرارة المفرطة اللي كاينة دابا، كنعرفوا الماء مادة حيوية، الناس يبغوا يصبنوا، يبغوا يدبشوا، يبغوا يشربوا، هادو مقطوع عليهم الماء، يعني ما عندهم شاي الماء، كيلقاو مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. حنا كما قلنا غنهيو هذا المباشر، ولكن المعاناه ديالهم غتبقى متواصله الى حين تدخل المسؤولين باش يحلوا لهم المشكل ديالهم. وفي انتظار ذلك غادي نودعكم على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.